اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وأحسن لنا الختام. اللهم أجبر كسرنا على فراق شهرنا وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين. إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فاعطنا اللطف والرحمة، وامنع عنا البطش والنقمة، وامدد لنا من لدنك رزقا حلالا بمعرفتك وطاعتك. إلهي لك صمنا شهرك الذي فضلت واستخلصت لنفسك وجعلته أجرا للمؤمنين وغفرانا للمذنبين. إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودة وصلة الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه. يا من بذكرك تطمئن القلوب الخائفة وبكلامك تستقر العقول الراجفة، غفرانك اللهم غفرانك عن آثامنا الموبقة وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافر إلا وما من عاف سواك. إلهي واكتبنا من مننت عليهم بجناتك الوارفة، وآدم علينا نعمك وعطاياك الكافية يا من لا يخفي عليه خافية، بحقك على عبادك يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم. اللهم أسألك، أنت لك الملك والحمد، اللهم لا إله إلا أنت. اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك الكريم وعلى آله الأبرار الطاهرين الأخيار، صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت. اللهم أشركنا في صالح دعائك في هذا اليوم من عبادك الصالحين يا رب العالمين، اغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل يوم عيد الفطر يوما مباركا، اللهم اجعل فيها المسلمون مجتمعون في كل مكان. يا رب أن تعطي من تشاء وتمنع عمن تشاء. اللهم أعطنا اللطف والرحمة، وامنع عنا النقمة والبطش، واعطنا من لدنك الرزق الحلال بطاعتك ومعرفتك.